4 سنين صار الحرب على سوريا. نحن تهجرنا من ضيعتنا من معلولة واجينا لهون. بيقولوا لي اعطينا عقلك حتى ننجح. وانا كثير بنبسط لما يقولوا لي انه انا كثير شاطرة. في مرة بعثوا لي انه اينشتاين. قدروا يتأقلموا معنا وبوقت كتير قصير، مش بس انه نجحوا، جابوا علامات كتير عالية، صاروا من احسن تلاميذ عنا بالمدرسة بصفهم وبكل المدرسة كمان. اللغة الألمانية أضافت لي إنه زادت ثقافتي أكثر، صرت أعرف عن الشعب الأرمني يعني بشكل عام كل شيء، وتعلمت منهم كثير قصص، الصمود، القوة، كيف قدروا يعني عندهم العزيمة والإصرار، لأنه هن كمان عاشوا تجربة مثلنا وتهجروا من كذا سنة. بحب اقول لهم للكل، لكل هلا حدا عم يسمعني، انه وللطلاب اكثر شيء، انه المدرسه هي كل شيء، وقد ما كان في عندكم مشاكل وصعوبات يعني بتواجهوها، ما تكونوا انتم اقوى منا، ما تستسلموا ابدا، واجهوا كل شيء، لانه انتم رح تبنوا مستقبلكم بايدكم.